واضح انك مش مبسوط قوي من طريقة اتمام التعاقدات، والنهاردة اعلنتها رسميا. هو شوف، اكيد يعني كانت اهم حاجه في الشغلانه بتاعتي دي في البدايه ان انا اعمل يعني تعاقدات بشكل كويس، صفقات تكون يعني فيها قوه تساعدنا بشكل كبير. اولا بدات المرحله فيها كويس مظبوط. وابتدوا بدايه هايله جدا جدا جدا، لكن كان التفنيش بتاع الدوري العام كان فيه يعني اكيد ان هو كان اقل بكثير جدا من البدايه. ايوه فبالتالي يعني انا جيت يعني بعد الدوري كان كل فكري وكل همي مع اللجنه ان احنا يعني نعمل تعاقدات مؤثره ايوه بشكل كويس تساعدنا ان احنا نبقى واقفين على رجلينا مع المنافسه الرهيبه بالنسبه للفرق الثانيه. تمام. وده امر كان مهم جدا جدا ان احنا يعني ان احنا ننجز. احنا اشتغلنا وبصراحة انا واللجنة اللي كانت معايا ورئيسها صلاحة بيبذلوا اقصى جهد في حدود الكلام اللي احنا بنشتغل فيه، ايوه لكن انا للاسف الفطرة دي كلها ما شفتش يعني النتيجة، ما يعني انا حسيت ان هي مش مرضية. ما حسيتش فبالتالي بخطوة لقدام بتحصل على مستوى التعاقدات. فبالتالي يعني الامر هيبقى صعب جدا جدا علي. انا جاي وماسك فرقه جديده وبعدين ليها جمهور كبير جدا جدا والناس متحمسه بشكل كبير ايوه قوي ومستنيين الكابتن مختار هيعمل ايه وهيشتغل ازاي. فبالتالي اهم في عناصر مهمه جدا، ايوه عنصر المدرب مهم مع مجموعته، عنصر الاداره مهم جدا جدا، ايوه اهم من العنصرين دولت عنصر اللعيبه. يعني لو مفهوم. عنصر اللعيبه كويس مع اداره كويسه مع مدير فني بإدارته كويسه، اكيد ديت يعني ايه يعني مثلث يدي انتاج هائل جدا ايوه جدا. مفهوم. اذا في خلل في جزء في يعني في ضلع من الاضلاع دي يبقى في صح. صعوبه، حتى يعني الخلل ممكن يبقى في مدير فني او في الاداره ايوه يعني يمشي شويه، لكن لما يبقى في اللعيبه الامر تبقى صعب مفهوم. جدا جدا جدا. يعني انا طبعا اعتذرت والناس طبعا يعني قبلت عزلي على مضض يعني، لكن كان لازم اعمل كده لان طبعا انا يعني انا مش جاي اشتغل وخلاص، اي مفهوم. يعني انا جاي بفضل الله انتج. صح. فيعني حسيت ان انا يعني ممكن حد طبعا ممكن يجي تاني، وخصوصا الحمد لله ان يعني الواحد اعتذرنا ما سبناهمش في وقت انه حرج لسه يعني، في لكن فترة لا لسه للتفكير في فضله كويسه قوي وتقدر الناس تقدر تعمل فيها حاجه كويسه. طيب هل حضرتك كنت صاحب القرار عن الاستغناء عن 17 لاعب من غزل المحلة؟ لا لا لا، مش حاضر. ده التقرير الفني اللي كان سايبه المدير كابتن الفني خالد. خالد الدقافي يعني. كابتن خالد يعني ايوب. وانا ناقشت المجموعه في يعني في لعيبه لعبت حاجه و20 ماتش، إيه كان عندهم تحفظات كبيره جدا على اللعيبه دي، وقالوا لي المدير الفني هو اللي كاتب وهو اللي عامل الكلام ده. خلاص انا يعني استجبت، لان طبعا المدير الفني هو اللي عايش مع اللعيبه دي ده وهو اللي فتحي واخد مبروك القرار كان لاعب فيها. 28 مباراة برضو، كان من ما انا ضمن بقول لك اللاعبين يعني المستغنى مش عنهم. هو بس، في ناس كتير لعبة يعني 24 و22 وهكذا. طيب كابتن مختار، لكن مش قرار. البعض قال انه الاستقالة دي بسبب عدم الراحة للكابتن مختار في الوقت اللي هو تلقى فيه عرض من المصري البورسعيدي، ففضل انه يمشي دلوقتي عشان يبقى ساب مجال للمحل يجيبه مدير فني، وفي نفس الوقت هو يتولى مسؤولية الفريق اللي بيدور على مدير فني دلوقتي. هل في تواصل مع المصري البورسعيدي تم؟ والله 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 ما حصل هذا الامر. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اولا مش انا اللي اعمل كده، مفهوم. وهذا الامر انا طبعا يعني يعلم ربنا ان انا يعني اخاف من ربنا، بمعنى انا اخاف من عدم التوفيق. يعني ما ينفعش ان انا يعني والله ما حصل هذا الامر وانا سبت غزل المحله يعني بإرادتي وبإن أنا اللي أنا شايفه مقومات النجاح مفهوم. بالنسبة للعيبة ما كانتش متوفرة. لكن وعشان برضو الكلام دوت يبقى في وضوح، المصري طلبني وناس كانوا بيكلموني بشكل قوي جدا 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 بالفترة اللي أنا كنت ماسك فيها الإنتاج الحربي. الإنتاج قلت لهم ما الحربي. ينفع، تمام. أنا بقولها كده لأن أيوه. خلاص أنا قلت لهم ما ينفعش الناس، قلت لهم ما ينفعش اسيب فرقتي ازاي؟ أيوه. طب اقول لهم ايه؟ ما ينفع يعني تدفع مش عارف. قلت لهم مش انا اللي اعمل كده، أيوه. مش
ليش ال صعب، اسمك بيسبقك يا كابتن مختار، بعد مش محتاج اسمك انك ليش تحلف ليش او ليش المصري بس، ده في انديه ثانيه وانديه كبيره جدا، وضغط وكلموني وضغطوا عليا بشكل كبير جدا، والحمد لله لم استجب لحد، لان انا حسيت ان انا ما ينفعش ان انا اعمل كده، لانها المفروض في الاول اخلاقيات. يعني اتمنى ان اكون انا حافظت عليها، والله والله ما حصل صادق. ان المصري كلموني عشان انا اعمل كده واسيب كده عشان المصري، لكن انا سايب كده لان انا فعلا تمام. الفتره اللي فاتت دي، يعني حتى اللجنه اللي كانت معايا يعني امبارح لسه بيكلموني، يا عم انت يعني حاسين ان انا قلقان، فيعني بعيد عن اي كلام تاني، انا بس واخد قراري دوت مفهوم. عشان انا حاسس ان انا كان نفسي ان انا اجيب صفقات، يعني تبقى صفقات تقيله تساعدني انا كمدير فني ان انا انجح، وبالتالي النادي المحلي. كان مين أهم الأسماء اللي طلبتها كلاعبين لغزل المحلة؟ كان مين؟ كان مين أهم الأسماء من اللاعبين طلبتها لإتمام التعاقد معاها وقت ما كنت ماسك المحلة لحد ما النهاردة؟ انا ما طلبتش حد بعينه، احنا كنا شغالين مع بعض على صفقات، يعني زي ما احنا قعدنا في اول ما قعدنا كنا بنتكلم ان احنا هنعمل يعني ايه ثلاث اربع صفقات اللي هي في قلب الملعب العمودي الفقري بتاع ايوه الفرقه. انا قلت لا، احنا الكلام ده يعني احنا لازم نزود شويه ايوه لان الفرقه محتاجه الكلام ده، مفهوم. واشتغلنا على هذا الامر ان احنا نجيب بلاس حلبه كويس قوي قوي، ايوه ويعني يدفع فيه فلوس كويسه، نجيب نص ملعب ونجيب مساك ونشتغل على طبعا الكلام ده، احنا لا احنا راجعين بكل الخطوط لعيبه على مستوى، مفهوم. وده امر فاعتذرت مهم جدا. فتم فصدر الرحيل يعني. وانا حتى في اول قاعده قلت كده، قلت طب هو النادي الاهلي عامل كام صفقه وهو واخد الدوري؟ طب نادي الزمالك عامل كام صفقه؟ نادي الاتحاد اعلن الراجل الزمالك المدير الفني بتاعه انه عمل خمس صفقات من العيال الثقيل، طب احنا محتاجين كام صفقه من العيال الثقيل بقى؟ مفهوم صح، يعني كلام منطقي جدا. من كابتن هذا مختار، الامور يعني كنا فرحانين ان الكابتن مختار هيرجع من والله جديد يعني. للدوري، فهل وانا خلال الفترة اللي جاية ممكن نلاقي ان الكابتن شاء مختار الله طبعا، من ان شاء جديد الله قبل لا الدوري ما يعني ينطلق؟ ان شاء الله يا يعني يعني نرجو ان ربنا يوفق في هذا الامر. تمام. لكن مفيش عروض لا لا من اي حد. طيب، من مفيش. ايام وكنت مكالمتي مع حضرتك كانت يوم مباراة مصر والجابون، وكنت حضرتك احد قليلين اللي ما حملوش الكابتن حسام البدري لوحده المسؤوليه، لان قلت انه يعمل ايه يعني، انه الضغط والارهاق، وده كان بعد المباراه مباشره. رحل الكابتن حسام البدري في اليوم التالي صباحا، ودلوقتي في مهمه بحث عن مدير فني جديد، قد يكون اجنبيا وقد يكون مصريا. رايك كابتن مختار، مصري ولا اجنبي افضل؟ لا طبعا، لو يعني طبعا خلاص، هو انا كان رايي انه ما يمشيش، لكن خلاص ما تمام. دام مشي يبقى رايي الثاني انه يبقى مصري. ليه؟ ليه؟ احنا في فطله حرجه جدا وفطله قصيره قوي. الفطله دي هنجيب واحد اجنبي يعيش مع مين ويعرف مين ويعرف اللعيبه ازاي ويعيش مع اللعيبه في الفتره البسيطه ديت، امر هيبقى صعب جدا. ايوه. لكن الطبيعي ان احنا نجيب واحد مصري عايش كانه مع حسام، ويخش في فكره بقى، ويطلع لنا انتاج يعني يكون فيه توفيق. مفهوم. لكن ان انا اجيب، ده رايي يعني، مفهوم طبعا. ان نجيب مدرب اجنبي في ما فيهاش معارضه ان نجيب اجنبي او مصري، بس انا شايف ان المصري اولى دلوقتي تمام، مفهوم. لان احنا في وقت صعب خالص. لو مصري، كابتن حسام حسن ولا كابتن ايهاب جلال ولا كابتن حسن شحاته او اسم اخر تحب لا تضيفه؟ الكابتن حسن، يعني اظن ان الكابتن حسن بقاله فتره يعني بعيد عن الجو، وانا ما اظنش ان الكابتن حسن يعني هيرجع تاني، يعني الكابتن حسن يعني اللي عمله ما فيش حد يعني هيجي، يعني انا في ظني ان ما حدش هيعمل اللي اتعمل من حسن شحاته، تمام. استبعاد وهيبقى اسم. استثناء في تاريخ ايوه الكره المصريه. تمام. لكن اكيد اللي ولاد الشباب اللي شغال دلوقتي هو ده الاولى، ده مين بقى سواء من دوت او الشابين لا، اللي قلت سواء ده اسمهم؟ او دوت، الاثنين يعني لو هم دولت اللي مرشحين يبقى واحد فيهم، ما فيش مشاكل يعني، انا ما عنديش مشكله في اي حد فيهم الاثنين. تفضل مين فيهم فنيا لا للمنتخب في الفتره الاثنين، الحاليه مع الجيل الحالي، يعني ما هو بالمعطيات اللي قدامنا كلها؟ الاثنين بيأدوا بشكل كويس قوي في الفرقتين اللي هم موجودين فيها، فبالتالي اي واحد فيهم هو بس يشتغل ومحتاج توفيق.